تتواصل فعاليات مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 في يومه الثالث وسط مشاركة كبيرة من الخبراء والمسؤولين العسكريين. وفيما يبرز المعرض أحدث التطورات في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، تناقش جلسات المؤتمر الحروب المستقبلية المحتملة وتطوير نماذج محاكاة لها والاستفادة من التقدم في الصناعات العسكرية للتعامل معها، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه اكتساب التكنولوجيا العسكرية واستراتيجيات الإنتاج المحلي.